بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته الان وكل اوان ويا ظهر الداهرين كلها امين. اهلا بكم في الحلقه الثالثه من برنامجكم إيركياك. الحلقه دي عنوانها المسيحيه والتسبيح. بنقرا دايما في الكتاب المقدس ارتباط ما بين التسبيح والمزامير والاغاني الروحيه. لو قرينا القصه بتاعت معلمنا بولس الرسول هنلاقي ان هو ومعلمنا سيلة كانوا مع بعض في السجن وكانوا يسبحون الله. يقول ايه؟ ونحو نصف الليل في سفر اعمال الرسل، ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يسبحان الله والمسجونين يسمعونهما. كانوا بيسبحوا ربنا بصوت عالي، ما كانش حتى بيسبحوا ربنا بصوت واطي كده او في الـ مش عايزين حد يسمعهم، لا، كانوا يسبحوا ربنا بصوت عالي بملء قوتهم. دول ناس محبوسين وكانت رجليهم مربوطة بمقطرة، ومع ذلك كانوا بيسبحوا ربنا بصوت عالي، وكأن بولس بيكلم سيلة أو سيلة بيكلم بولس بيقول له قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. يرد عليه معلمنا سيلة ويقول له لكي ينعم لنا بخلاص نفوسنا، أو ربما كانوا بيقولوها بالقبطي تنتينو ابشويني شيرن تنيروني انتن هوس ابشوي سنتيني قوم هوبو سنتفقره مطنان ام بصوت انتنن ابسيشي. رب المجد بنفسه كان هو أول مثال حي لينا في المسيحية للتسبيح. قبل الصليب بيقول إن هو خرج وراح في جبل الزيتون وكان بيسبح هناك. وبالتالي المسيحية هي ديانة الفرحة، هي مرتبطة بالتسبيح والأغاني الروحية والترنيم. نحيا معا هذا الشهر مترنمين في قلوبنا دائما للرب، علشان خاطر نقدر نركب طيارة التسبيح إيركياك ونحلق في سماء التسبيح تحلق عقولنا وأذهاننا إلى فوق، ونحيا شهرا ممتعا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين كلها آمين.